ومن محيط دوار الرابع في عمان مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا إسلام سمحان. إسلام، ضعنا في صورة أو في صورة أوضح لهذه الوقفة ومطالب المشاركين فيها أيضا. نعم محمد، بالفعل نحن نتواجد هنا منذ عصر هذا اليوم. بدأ العشرات يتوافدوا إلى ساحة مستشفى الأردن القريبة من دوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء. هنا زاد العدد، جاء المتظاهرون أعداد كبيرة من المحافظات، محافظات الشمال ومحافظات الجنوب. المطالب كانت تقريبا مطالب خدمية لتوفير فرص العمل ولقمة العيش والعيش بكرامة، كما كان يهتف عدد كبير من المتظاهرين هنا في هذه الساحة. هذه الوقفة محمد شهدت محاولات للخروج من هذه الساحة إلى الشارع العام، ولكن قوات الدرك لم تترك فرصة للمتظاهرين للخروج من هذه الساحة. هناك قبل قليل كذلك، لو الزميل ماجد استعرض من ورائي، حاول عدد كذلك من المتظاهرين الخروج إلى الشارع العام للوصول إلى الجهة التي يريدون الوصول إليها، وهي الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء. هنا الأعداد محمد كما يستعرض الزميل، هذا ما تراه محمد الآن، أعداد نوعا ما كبيرة من المتظاهرين الذين جاءوا من عدد من محافظات المملكة للمشاركة في هذه الوقفة التي نستطيع أن نقول بأنها وقفة مطلبية لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للمواطنين وإلغاء الضرائب وزيادة الرواتب، كما تشاهد محمد. محمد، هذا الآن كل ما لدي، وعودة إليكم إلى استوديو الأخبار. نعم إسلام سمحان، كنت معنا من محيط دوار الرابع، شكرا جزيلا لك.